أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء مباشرة تنفيذ خطتها الرقابية والتوعوية استعداداً لشهر رمضان المبارك، استمراراً لجهود الرقابة والتفتيش بهدف ضمان سلامة ومأمونية غذاء المواطن. لتسليط الضوء على هذه الخطة نرحب بالدكتور هادي الخيطان، مدير مديرية المناطق في المؤسسة، مؤسسة الغذاء والدواء. صباح الخير دكتور، وأهلاً بك في أخبار السابعة. والياسمين، يا أهلا وسهلا فيك. بالبداية دكتور، ماذا تشمل هذه الخطة وما هي أهدافها؟ السيد العزيز، بداية كل عام أنتم والوطن بألف خير. بداية خطة رمضان كما جرت العادة بالمؤسسة العامة للدواء هي خطة رقابية توعوية تأخذ أكثر من شق ما قبل رمضان وأثناء الشهر الفضيل وأيضا فترة العيد على خير إن شاء الله. إن شاء الله. ما قبل العيد، ما قبل الشهر الفضيل، بتم الكشف على المستودعات، أسواق الجملة للتأكد، والمولات الكبيرة أيضا، المطاعم للتأكد من نجاعة طرق التخزين والحطب، وأيضا تداولها السليم والصحيح، وأيضا توجيه الملاحظات لأصحاب المصالح الغذائية أو المنشآت الغذائية وأيضا العاملين فيها للتأكيد على أساليب الصحيحة والعلمية بتداول السليم وإعداد الأطعمة وغيرها. أيضا بتم الكشف على التمر، مراكز التمر وتهيئتها للبيع مباشر، وأيضا يتم التواصل مع مراكز إعداد المشاريب الرمضانية، المشروبات الرمضانية لغايات تزويدهم بالإجراءات السليمة والصحيحة. أثناء الشهر الفضيل نعكس آلية أو طريقة تداول الغذاء، نعكسها باتجاه الرقابة، فبتكون الأسبوع الأول موجه عنا لأسواق الجملة والمولات والمشروبات الرمضانية والقطايف والجبن البيضاء لغاية القطايف والجبن والقمر الدين والتمر والجوز والفستق الحلبي، وبالأسابيع التي تليها بصير التداول متوجه للمطاعم أكثر، والأسبوع الأخير للحلويات ومراكز الترفيه والكوفيشوبات. بس دكتور هادي، هذا لا يعني بأنه لا يتم الرقابة على الحلويات في بداية الشهر ولا يتم الرقابة على المطاعم في بداية الشهر؟ لا، إحنا ما بنحكي لا يتم، إحنا نقول يتم التركيز. التركيز وهو تخصيص لجان خاصة لهذه القطاعات. الرقابة تستمر على كافة القطاعات بشكل دوري، لكن التركيز يتم على هذه القطاعات. طيب. دكتور هادي، يعني لربما سمعنا في الفترة الأخيرة بأنه في بعض المحافظات لا يوجد أعداد كبيرة من موظفين المؤسسة، فكيف يتم تطبيق هذه الخطة في تلك المحافظات؟ سيدي العزيز، أنت سمعت، لكن احنا نحكي بالواقع، وهذا الواقع كان في محافظة جرش قبل أيام عندما حدثت الحادثة وتحدثوا عن 6 في المكتب فقط. أبدا، احنا بنحكي عن أعداد موجودة وفرق رقابية موجودة. للعلم، احنا الفرق الرقابية متوزعة على 3 مراحل. المرحلة الأولى هي من الساعة 9 أو من الساعة 10 حسب بداية الدوام التعليمات، يعني حسب البيان اللي راح يطلع، للساعة 2. هاي بتكون هدفها أي معاملات لأصحاب العلاقة لإنجازها بالسرعة القصوى، والفريق الفريقين من الساعة 12 للساعة 6، وفريق من الساعة 9 للساعة 4 الفجر، بالإضافة إلى وجود لجنة البؤر الساخنة تتكون من 10 أشخاص تعمل على مدار الساعة بكافة المملكة. نعم، يعني جهود الأعداد. اسمح لي عشان احنا نكون واضحين جدا، آلية الرقابة ليس فقط ممكن يكون عندي 100 مفتش ولا يتم توزيعهم بالشكل الصحيح ومعتمد على خطة ممنهجة بهذا الخصوص. بالتالي ولتعزيز الإجراءات ولغايات الحرص الأكيد من المؤسسة العامة للغذاء والدواء على تأمين غذاء أمن وصحي، أيضا سوف يتم جمع عينات من كافة المملكة ومن المفتشين الموجودين بكافة المملكة 18 فرع متوزع على كافة أرجاء الوطن. سوف يتم تعميم خطة لغايات جمع العينات تتوزع أيضا بالأسابيع الأولى على المشروبات الرمضانية والقطايف تحديدا، وما والأسابيع الأخرى وجبات السريعة والحلويات. وأيضا سوف يتم إطلاق برنامج خاص لهذه العام لبيان بقايا مواد الحشرية بالتمر والفستق الحلبي الأفلاتوكسين،
وايضا البقايا المضاد الحيويه بالدجاج بالشهر الفضيل راح يتم توزيعه على اكثر من محافظه. نعم. فبالتالي احنا راح نعمل مسح لكافه المنطقه مخبريا لغايه بيان نجاعه اجراءات التفتيش وانعكاسها ايضا. هذا لا ينعكس ايضا ونكون واضحين، قد يكون هناك راح يصير عندنا هون جزئيات مشاكل او ممكن مخالفات سوف يتم تداولها وتداركها مباشره من قبلنا ان شاء الله. نعم. طيب دكتور هادي، بما انه ركزت على موضوع القطايف وبيع العصائر، نعرف بانه لربما في باعة متجولين وبسطات تنتشر خلال الشهر الفضيل وما قبل الشهر الفضيل، هل يتم الرقابة على هذه ايضا البسطات والباعة المتجولين؟ عزيز، تم مخاطبة البلديات وممثل امانة عمان بالعاصمة والبلديات المنتشرة بكافة عشان الباعة المتجولين هو من اختصاصهم، تم إبلاغهم بهذا الحالة، وإحنا بنشوف يعني إنه الكل بيصير يحصر برتقان أو يبيع مشروبات رمضانية، وهذا بالنسبة لنا على القانون مخالف، لكن ليس من صلاحيتنا الباعة المتجولين، فبالتالي إحنا خاطبنا فيهم لغايات إحنا نعمل كنا كدولة واحدة ونعبر ان شاء الله بخير ان شاء الله من خلال شهر الفضيل. طيب بما يتعلق بالمخالفات وايضا يتعلق برادعيه هذه المخالفات لعدم تكرار الامر لا سمح الله ان حصل. المخالفات سيد العزيز يحكمها قانون، والقانون احنا بيبدا عندنا من الاغلاق حسب المخالفه وعلى حد الايقاف الجزئي عن ممارسه او الايقاف الكامل للمنشاه الغذائيه، وايضا ايداعه الى المدعي العام لاتخاذ الاجراءات القانونيه بهذا الخصوص. نعم. هلا ايضا الماده اذا اثبت انها غير صالحه للسلامه البشريه يتم اتلافها، وايضا اذا كانت ماده سريعه العطف فهي بحسب القانون من صلاحيه المدعي العام او من يكلفه باتخاذ قرار باتلافها مباشره ان ظهرت عليها علامات الفساد من رائحة غير طبيعية أو علامات عفن أو تزنخ أو غيره. نعم، وهون دور كبير للمواطن، لأنه المواطن هو اللي بيشتري دكتور في هذه العملية، فكيف يمكن أن يكون شريك معكم في هذه الخطة الرقابية؟ وهل لديكم غرف وهل لديكم أرقام ساخنة لاستقبال ملاحظات واتصالات المواطنين؟ المواطن هو شريك استراتيجي أكيد بالمقابل، وفي ارقام الشكاوي والرقم الساخن موجود على الويب سايت تبعنا اللي هو www.gfda.jo، وايضا من خلال ارقام الواتساب المنتشره والموجوده، ممكن هلا لانه مش حافظها هي يحك علي يعني، لكن هي موجوده وقادر التواصل معها. للعلم نظام الشكاوي عندنا يرتبط بعطف المدير العام مباشره، والتعليمات واضحه اغلاق الشكاوي بعد 24 ساعه مباشره من خلال تلقيها، وعليه تم تشكيل تم تأسيس شعب بكل الفروع كشعب الشكاوي، ويوميا بيكون في سيارة مباشرة يعني تأخذ الشكاوي وتغطيها مباشرة لأرض الواقع. نعم. وإذا استلزم سحب عينات أيضا للتأكيد عليه بيتم التأكيد. نعم، نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى أيضا أن يكون شهر خير للوطن وللمواطن الأردني خالي من المخالفات إن شاء الله، وأيضا نتمنى التزام من قبل جميع التجار ومن يورد المنتجات الغذائية للتجار. بأشكرك جزيل الشكر دكتور هادي الخيطان، وأنت مدير مديريات المناطق في مؤسسة الغذاء والدواء، شكرا جزيلا لك.